يسير على منواله اليوم واحد بلغني انه عامل داعيه اسلامي وكذا وراسا فوجئ به الناس وهو ينكر امور كثيره منها ينكر نزول سيدنا عيسى كيف تنكر الباري عز وجل ذكر ذلك في محكم تبيان في سوره ال عمران في سوره مريم وبين وكرر وبين الباري سبحانه وتعالى نص على ذلك صراحه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له هنا كيف نحن ننكر هذا الكلام سيدنا رسول الله يقول هذا الكلام ينزل شرقي دمشق أمام المنارة البيضاء شرقي دمشق هذا كلام سيدنا رسول ولابس ثوبين مصبوغين باللون الأصفر ونعم جبينه يقطر عرقا كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا تنكر وبأي مقياس تنكر هذا الأمر ينبغي أن نعلم ذلك تماما وأن لا من أنكر كفر من أنكر كفر